The AAB Arabians Perfume. نحن AAB الأوروبية للزيوت العطرية الصباقة دائماً نحو تقديم الأفضل لكم. تأسست الشركة منذ عام 1999 ميلادي، وكان مقرها في سوريا دمشق بإدارة مصمم العطور أحمد الصياد، وتم انتقال مقرها الرئيسي إلى دولة الإمارات العربية دبي عام 2012 ميلادي. لماذا الشركة الأوروبية للعطور؟ تعتبر الشركة الأوروبية للزيوت العطرية شركة تجمع بين شركات العطور العالمية لتضع بين أيديكم أجود وأفضل الشركات بشركة واحدة تحت اسم الأوروبية للزيوت العطرية. منتجاتنا مقدمة لكم بجودة عالمية عالية، ومن أهمها الصنف البلاتيني، وهو من أفضل الماركات العالمية عطور النيش الراقية، ويليه الصنف الذهبي وهو الأفضل بنسبة الجودة العالية، الصنف الفضي المتعارف عليه بسوق الشرق الأوسط، الصنف البرونزي الذي ينافس بالأسعار، ولدينا أفضل أنواع العود والبخور وأجودها. كما تعمل الشركة على صنع عطرك الخاص وتقديم براند خاص بك لتنطلق به نحو العالمية وتحقق حلمك. ومن مفاجآت 2019 أن شركة AAB الأوروبية للعطور أصبحت الوكيل الحصري لشركة ليان هيك لصناعة خطوط إنتاج العطور الآلية، النصف آلية واليدوية. خبير ومصمم العطور أحمد الصياد من الأوروبية للعطور.